وانا ببحث عن موضوع زيادة المية في المخ وخاصة عند الاطفال، لقيت العالم الكبير الاستاذ الدكتور محمد لطفي عامل اختراع في الموضوع ده. اختراعه ما بيتجاوزش من 100 لـ400 جنيه، ممكن يتصنع هنا في مصر. اختراعه ده بيحل ازمة المية في المخ وتوفير العملة الصعبة، وبموفر آلاف الجنيهات، لأن الصمامات غالية من 10 آلاف جنيه لـ15 لـ25 ألف جنيه للصمام الواحد. تعالوا نشوف الدكتور محمد لطفي هيقول لنا ايه عن اختراعه الجديد اللي تكلفته من 100 لـ400 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد لطفي محمد إبراهيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، وحاليا رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى مصر الجامعة للعلوم والتكنولوجيا. أنا حصلت على براءة اختراع لأنبوب جديد لعلاج الاستسقاء، نظرا لأن الأنبوب القديم اللي بنستخدم كصمام له عيوب كتير جدا. أول عيب عملية إنه يشفط السائل النخاعي من المخ للبطن. عملية الشفط دي أو السيفوناج زي السيفون بتشفط السائل النخاعي وتخلي الأنبوب يتسد من المخ. مهما عملنا اتعمل أنواع كتير من الصمامات، وفي حاجات ضد السيفوناج وفيه وكلها برضه ما نقدرش نتغلب على موضوع السيفوناج. الحاجة التانية الالتهاب اللي بيحصل في الصمام. ليه بقى؟ لأن الصمام بيطلع بره المخ وبيدخل في البطن أو بيدخل في الدورة الدموية، والاثنين دول ممكن ينسد اما بجلطه او بميكروبات وتعمل التهابات وتسد الصمام. الصمام ده غالي، تمن الوقت حوالي من 5000 ل 6000، ده الصمام العادي. والصمام اللي فيه كمبيوتر بيوصل 25000 جنيه. فانا فكرت في ان انا اعمل صمام جديد رخيص ما يكلفش الدوله حاجه، ويقلل الاستيراد ويقلل نفقه الدوله على استيراد الاجهزه من الخارج. هذا الصمام لن يتكلف تصنيعه من 100 ل 500 جنيه بالكتير، ويلغي كل المضاعفات اللي موجوده في الصمام اللي هو موجود حاليا ايا كان نوعه. الصمام اللي انا عامله مش هيخرج بره المخ، هيبقى من جوه المخ لجوه المخ، وعشان كده عمر ما يحصل فيه سيفوناج، لان الضغط بيزيد في كل حته في المخ مع بعضها، وبالتالي هينقل السائل النخاعي من البطين الجانبي الى تحت الام الجافيه وتحت الأم العنكبوتية بمنتهى البساطة ومن غير ما يكون فيه أي مشاكل. وبالتالي كمان مش هيحصل فيه التهابات، لأن هو مقفول عليه جوه المخ مش هيخرج بره المخ، وبالتالي مش هيتعرض لميكروبات خارج المخ. هذا الصمام أنا كل أملي إن فيه شركة أو مصنع يقوم بتصنيعه، لأن إحنا في مصر هنا مش كل حاجة هنصنعها بره، وحاجة مفيش فيها حاجة، حاجة بسيطة جدا تصنع بمنتهى البساطة. نفسي ان احنا نعمل كل حاجتنا في مصر، ولو في شركة تقدر تقوم بالحكاية دي انا اتمنى ان احنا نقوم بعمل الصمام في مصر. وفي ناس عرضت عليا من المانيا ومن الصين تصنيع الصمام، بس انا لسه بفكر، بقول لو في شركة في مصر تقدر تعمل الصمام هعمله معاها، وربنا يوفقنا لخير المرضى ولخير الاطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين يا صحابي توصلوا 50000 لايك واشتراك في القناة عشان تفعلوا الجرس. بتحبوكوا كتير كتير، يلا باي.